السلام عليكم الإخوة الكهربائيين، معكم محمد طباطوشت. بعد الانتهاء من العمل كنا وعدناكم من قبل بلي نديرو لكم فيديو، اليوم كملنا العمل تاع نظام الحرائق سبرينكلر. هذا نظام الحرائق العادي، هاولي كون راه هذا كملنا لهيكا، فيه محرك 90 كيلو وات ومحرك هذا ديازل. هذا نظام إطفاء الحرائق سبرينكلر، فيه محرك كهربائي 47 كيلو وات وفيه محرك ديازل نفس القوة نقدر نقوله، وفيه مضخة جوكي هذه اللي تعمرنا السيركوي لهنايا. عندنا لي بريسوس الفوقة وعندنا العوامات هذوما هنايا، مازال برك ما حبطناهمش لتحتها في الباشاو. بون سي ودركا النظام سي المهم كاع ما تكلمناش عليه اليوم، جبنا الفال هاولي كون راهو للشبيبه، ان شاء الله ما نطيحوش برك، ان شاء الله يماتنا كامل حلوين. هذا الفال تاع الشبيبه حق ما تعبوا، يعطيهم الصحه. بون بسم الله، هذيك الخزانه الكهربائيه تاعنا، نبداو التجريب. هذه هي البومب جوكي تاعنا، راهي تمشي عادي، تعمرنا في السيركوي. كي تلحق ثلاثة أو أربعة بار تحبس تتوقف بمساعدة البريسوستا. هذه هنايا رانا في الخزانة الكهربائية تاع المحركين هذوك، نديرو هاد المحرك ينطلق. فوالا هادي هي هاد الإنذار، نحيو برك جهاز الإنذار باش الصوت يكون مسموع الإخوة الكهربائيين. هذا جهاز الإنذار بلي كاين النار راهي شاعلة تما، هاوليك أنا نحينا جهاز الإنذار هدايا برك على جال الفيديو بالصوت يكون مسموع. هذه هنايا مقلع تصاعدي ديمار بروغريسيف تاع 47 كيلو واط، هاو هنايا فوالا ويتحرك لنا هنايا المحرك. فوالا انا طفينا هكذا، فيها توقف تنازلي ثاني. الى شفتو كي نحيت هذه القفله ما حبش سير بلاص، فيها توقف تنازلي ثاني. درك نروحوا للشيء الاهم، الا وهو نفرضوا مثلا راح النظام الكهربائي وش يصرى لنا، راح تريسيتي مثلا وش يصرى. هاوليك هنا المحرك راهو يتمشى عادي، راهم يطفيو في الحرائق. في الوقت اللي نكونوا نطفيو في الحرائق مثلا راحت الكهرباء ولا انقطع التيار، شوفوا واش يصرى. كي نرجعوا الكهربائي ولينا المحرك الكهربائي وطفى المحرك ديازل. هاي ليك او يمشينا المحرك تاع ديازل، نقولوا خلاص المستوى تاع المياه، كي خلاص المستوى تاع المياه يتوقف هذا المحرك. هاو ليك فوالا هكدايا راهو يتوقف توقف تنازلي، هاي اللي يكون راهي. فوالا توقفنا توقف تنازلي المحرك. دركا نديرو تجريب آخر، ألا وهو نقولو زعما يكون يتمشى الكهرباء بشكل عادي والحارق أنا نطفيو فيه. نفرضو بلي راحت الكهرباء ماشي في هذا المحرك، راح الكهرباء يعني بصفة عامة كامل هكذا، نسيو ونحيو الفيزيبل على الـ على الـ على هذا الرولي دو فاز ونشوفوا المنطلق كيفاش، المبدأ كيفاش. هاو اللي يكون راهو، هاو يتمشي لنا محرك الكهرباء بصفة عادية، منطلق بصفة عادية. دركا نجيو نديرو ابسونس دو طونسيون، موتور ديازل، موتور ديزل، 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 موت
يتوقف المحرك للديازل وينطلق لنا المحرك تاع الكهرباء. هذه هي هكا نوقفوا النظام. انا وقفنا النظام هكذايا بصفه عامه. كانت هذه المحطه تاع اطفاء الحرائق سبرينكلر. ان شاء الله نكونوا فدناكم. ومن هذا المنبر نقدموا الشكر للفارق العام اللي معانا سمير صحبوب جيمي اخينا اللي اليوم ما كانش عنده الحظ باش ياكل معانا الفال تاع نهايه العمل. سامحنا اخينا احنا كلو بلا بيك فهمت. او واش يقولوا له زينو ثاني زينو عامل ماهر غير الديقات. المهم الاخوه الكهربائيين ربي يوفقكم كامل. ولا كاش استفسار ولا طرحوه في التعليقات ونحاولوا نجاوبوا قدر المستطاع. ونوعدكم في المره القادمه نقدم لكم فيديو على تنظيم هذا على طريقه تشغيل هذا النظام اطفاء الحرائق اللي فيه محرك 90 كيلوات. هذا هنا الاعمال راهي كامله بنسبه 99%. مازال شويه ريغلاس تاع هذا برك تاع العوامات وامور يعني والبطاريه اللي هيك تاع المحرك يعني امور خفاف بقاولنا في هذا النظام. وربي يوفق الجميع والسلام عليكم.